السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش تالتة ثانوي، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنحل من كتاب المعاصر تمارين الاشتقاق الضمني والبارامتري. قبل اي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال طرح حاله، سؤال بيدور في ذهنك ونفسك تسأله الأستاذ، وكل ما تروح للأستاذ اللي بتاخد معاه درس تخاف تسأله السؤال. يا أستاذ، أيوة أنا ببقى طالع من الحصة أينشتاين. عارف يعني إيه أينشتاين؟ يعني أنا فاهم والدرس سهل ومية مية. أروح يا أستاذ أفتح كتاب المعاصر مفيش مسألة أعرف أحلها، ولو حليت ثلاثة في اليوم يا نهار أبيض، ده ممكن أشغل الدي جي. بص يا هندسة، عارف انت بتذاكر غلط؟ يا استاذ يعني ايه بذاكر غلط؟ هو المذاكره فيها غلط وصح؟ هو المذاكره تجيب التمارين وتحل وخلاص، حليت يبقى فاهم، ما حليتش يبقى يبقاش فاهم. انت صح بس بتطبق غلط، برضو مش فاهم يا استاذ. بص يا هندسه، الرياضه عامه لما تيجي تحل ابدا حل بالاسئله المقاليه، ما تشلش ابويا، تحل اسئله مقاليه، اختر بعد ما تفرم الدرس تحل كل أسئلة اللي هي المقالية عليه، بعد كده تخش على اختر بقى، مش تخش على اختر الأول. ليه؟ لأن الأسئلة المقالية الكتاب جاي معاه مفكرة إجابات كده، يعني مذكرة صغيرة كده فيها الإجابات دي. يا باشمهندس لو في خطوة وقفت فيها بتقدر تعرفها من الإجابات. انت لسه واخد الدرس يا هندسة، مش معقول انت فرمه، ده انت لسه واخده. انت نرجع نقول تاني، انت لما يكون عندك بسكليتة جديدة، عجلة بابا جايبها لك وقررت تركبها، هل اول ما العجلة جيت قمت راكب وجري ولا وقعت؟ وقعت واتسندت وبعد كده مسكت بالجدون وبعد كده بقيت بتسيب ايدك وانت ماشي يا معلم، صح؟ هي الرياضة كده. مش معقولة درس انت لسه واخده تخش لي على طول كده في اخطر اللي هي مرتبطة بالسنين اللي فاتت وبيقلب فهمك. لا، انت لازم تخش على الاسئلة المقالية كده واحدة واحدة، فيها ابدأ اتعامل معاها واحدة واحدة، مش من الدار للنار على طول. يا هندسة يا رب رسالتك تكون وصلت لك او فهمت انا عايز اقول لك ايه.